بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في هذه الآونة سمعنا سكنة العدل، بصفتي أنا مستفيد من سكنة عدل 2. حقيقة عجبنا الأمور وإن شاء الله يكون فيها خير، لأن كينشروا هذاك الموقع اللي داروه على الإنترنت فيه استفادة كبيرة، يخرج هذاك الأمور تاع الرشوة، يبعد عليك الرشوة، يبعد عليك المعارف، هاد الأمور قاعد تبعدوا. الحمد لله الدولة راها قائمة بقيامها في توزيع السكن، والحمد لله أن كل الطبقة المتوسطة، لأننا أنا اللي ركز الطبقة المتوسطة، الطبقة المتوسطة هي اللي أمس حاجة لهذه السكنات العدل، وإن شاء الله نتمنى له الخير. هي في الحقيقة أن الخطوات فيها في التسجيل سهلوا الأمور أكثر من كانت في سابقها. عدل واحد وعدل اثنين كانت فيها بعض الصعوبات، ولكن عدل 3 سهلت الأمور بزاف للمواطن وخاصة الموظف. أنا نقصد الطبقة المتوسطة، صافي طبقة الموظفين. الحمد لله كانت تسهيلات جد أكيدة والحمد لله، وحنا نشكروا رئيس الجمهورية أنها سهل الأمور، ونتمنوا له الخير في هذه حتى. كما أنا بهذه المناسبة لا أخفي عليكم نشكر شكر الجزيل رئيس الجمهورية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون على هاد الإنجازات اللي في ظرف قصير أصبح كل مواطن جزائري يستفيد من سكن، وهذه ما لقاوهاش حتى في الدول الأفريقية. ونشكره كل شكر الجزيل.